مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مساء الخير أيها العالم. في هذه الحلقة ملف عن المصالحة الفلسطينية والرفض الإسرائيلي لها وردود فعل غربية وعربية واسعة النطاق، هنتابعها في ملف الأول من هذه الحلقة. أما الملف الثاني عن رابع امرأة تفوز بجائزة سيربانتس الأشهر في العالم، تابعونا بعد قليل. وقفة مع عناوين الأخبار. وجهت الشرطة البريطانية دعوة إلى النساء البريطانيات تحثهم فيها عن الإبلاغ عن أي أقارب من المحتمل أن يشاركوا في النزاع الدائر في سوريا، وذلك لتفادي وقوع مآسي جديدة في صفوف الشباب. وترجع هذه الدعوة للارتفاع الملحوظ في أعداد البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا، فقد تم القبض في الأشهر الثلاثة من العام الجاري على 40 شخصا لدى عودتهم إلى بريطانيا بعد مشاركتهم في القتال في سوريا، في حين اعتقل سوى 25 في عام 2013. ويذكر أنه تقرر أن تجرى غدا الخميس اجتماعات في سائر أنحاء بريطانيا يشارك فيها نساء من مختلف المجموعات الطائفية مع متخصص اجتماعية ومسؤولين حكوميين في مجال الإرهاب لبحث هذا الأمر. داني ألفيز لاعب نادي برشلونة الإسباني تم قذفه بإصبع موز أثناء مباراة فريقه ضد فريق فياريال ويستعد لتسديد ركلة ركنية، فما كان منه سوى نزع قشرة الموزة وأكلها قبل أن يقوم بتنفيذ الركلة، يحول هذا التصرف العنصري إلى لقطة طريفة. وعندما سأل ألفيز عن تصرفه قال: وددت تقديم الشكر لمن قذف الموزة لأنها أعطتني الطاقة لأرسل عرضتين أخريين تسببتا في هدفي التعادل قبل الثالث، ويفوز الكتالوني 3-2 على فياريال. ويذكر أن لاعب برشلونة نيمار تضامن مع زميله ومواطني ألفيز ونشر صورة له ولابنه على تويتر وفيسبوك وهو يأكل الموز، وابنه ممسكا بدمية على هيئة موزة مع تعليق: كلنا قرود، في رد حاسم على عنصرية بعض المشجعين. المصالحة الفلسطينية والرفض الإسرائيلي لها إلى أين؟ بعد قليل. علقت إسرائيل محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية وأعلنت عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد الفلسطينيين في رام الله، وذلك ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وجاء القرار في ختام اجتماع طارئ عقده الطاقم الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث توابع المصالحة الفلسطينية. وفي ذات السياق قال مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تعيد النظر في مساعداتها للفلسطينيين إذا اشتركت حماس في الحكومة الفلسطينية المقبلة. لم يتأخر الرد الإسرائيلي على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، اتفاق أثار ردود فعل غاضبة الحكومة الإسرائيلية قاطبة. فالخطوة الفلسطينية أعقبتها تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تدين الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا بالتصالح مع حماس عوضا عن السلام مع إسرائيل. عليه أن يختار إما السلام مع إسرائيل أو التصالح مع منظمة إرهابية مثل حماس، وأتمنى أن يتراجع عن اتفاقه مع حماس ويعود لمفاوضات السلام. المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التي واجهت عقبات كثيرة على مدار الشهور التسعة الماضية كانت أول الموضوعات تأثرا من حراك التصالح الفلسطيني. نتنياهو أمر وزيرة العدل تسيبي ليفني بإلغاء اللقاء التفاوضي مع الجانب الفلسطيني، حتى أن ليفني التي رفعت شعار المفاوضات
وصفت الخطوة الفلسطينية بأنها إشكالية للغاية وتلحق ضررا بجهود السلام. بينما قال وزير الخارجية فيكتور ليبرمان إنه لا يمكن صنع السلام مع إسرائيل وحماس في الوقت ذاته. الحديث عن وقف التفاوض في هذه المرحلة يعني أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين لن يخرج إلى حيز التنفيذ قريبا، علاوة على احتمال تدهور الوضع ميدانيا، وهذا يعني تفاقم الأزمات وطرح علامات سؤال على الواقع الأمني في المنطقة. يعمل الإسرائيليون جاهدين في هذه الآونة على نشر الموقف الإسرائيلي من حركة حماس، ويبدو أن الموقف الإسرائيلي يرفض قبول حكومة وحدة فلسطينية في حال عدم اعترافها بإسرائيل ونبذها للعنف، وهو موقف تؤيده الدول الأوروبية. في هذه الأثناء تبدو القضية شائكة، والعودة إلى المسار الطبيعي قد تستغرق جهودا أكبر بكثير مما عرف حتى اليوم. مشاهدينا، في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف معنا على الهواء مباشرة الدكتور منصور عبد الوهاب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور منصور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الدكتور سليمان العطار أستاذ الأدب الأندلسي والأدب المقارن جامعة القاهرة. دكتور سليمان أهلا بحضرتك. أهلا بيك وقناتكم جميلة. هنبدأ طبعا بالملف يعني ربما اللي بيفرض نفسه بشكل أو بآخر على الساحة، المصالحة الفلسطينية ورفض إسرائيل، أو يعني لحد كبير ردود فعل مختلفة عالميا وأيضا عربيا. دكتور منصور، بداية ما هي دوافع الرئيس الفلسطيني أبو مازن اللي جعلته يقدم على هذه المصالحة مع حماس؟ هو طبعا المشكلة بين حماس وفتح بدأت بعد انتخابات 2006 اللي حصلت فيها حماس على حوالي 70% من المجلس التشريعي، وحماس وفتح وبقية الفصائل حصلوا على 30. بعد خطف جلعاد شاليط ومن 2007 بدأت الأزمة بين فتح وحماس. حماس تبنت أجندة غير وطنية ولعبت على الملف الإقليمي أكتر ما لعبت على المصلحة الفلسطينية، وكانت في وضع يسمح لها طوال الفترة اللي فاتت مع التغيرات الإقليمية اللي حصلت وظهور قطر ودورها القذر في المنطقة العربية مع الأوضاع في سوريا، مع الدور الإيراني، مع الملف الإيراني والإيراني مع الأمريكان. اللعبة كلها بدأت حماس في حالة ضعف شديد. من وجهة نظري اللي بدأ بالمصالحة واللي سعى للمصالحة هي حماس نفسها وليس فتح. لأنه فتح من البداية تمد يدها للمصالحة لأنها تدرك جيدا أنه لا دولة فلسطينية بدون مصالحة بين الضفة وغزة، ولا يمكن أن نتخيل حل سياسي بدون ما يكون عندي ضفة وغزة في اتحاد في إقامة دولة فلسطينية. فبالتالي المصالحة فرضت أو الظروف فرضتها على الطرفين. أبو مازن وفتح عنده مشاكل كتيرة وعنده نوع من محاولات إعادة صياغة حركة فتح من جديد بسبب المشاكل الموجودة جواها، فبالتالي الاتنين في وضع سيء جدا. دفع حماس أن تبدأ بالإفراج عن بعض الأسرى اللي عندها الأسرى الأمنيين أو السجناء الأمنيين من فتح، وبدأت تقريبا ما بلهاش وجود في سوريا. قطر تبحث عن مقر آخر لهم في أي مكان غير قطر بعد ضغوط دولية وضغوط الخليجية بصفة خاصة. خالد مشعل بدأ ان هو يفكر جديا في ان تكون اقامته كاملة في طهران وليس الدوحة. عندهم مشكلة عويصة جدا مع مصر بسبب عندنا قضية فتح السجون وعندنا العناصر التي تم القبض عليها. الاوضاع بينها وبين مصر غير سوية على الاطلاق. حتى الرأي الشعبي، انا ضد فكرة ان انا اتهم كل الفلسطينيين بهذا الاتهام، لكن انا ممكن اقول ان في بعض القيادات في حماس تآمرت على مصر وليس كل الشعب الفلسطيني طبعا على الاطلاق. هو شعب شقيق تحت الاحتلال لا حقوق، نسانده سواء حكومة او شعب او طيارات سياسية. هرجع تاني النقطة دي انها مثيرة جدا للاهتمام، لكن دكتور منصور هل تعتقد هذه المصالحة هذه المرة هيكون مجراها او هيكون عواقبها زي المرات السابقة، بمعنى ان دايما هناك خلافات سواء بشكل الحكومة على سبيل المثال التوافق عليها، توافق على خريطة السياسية مثلا القادمة، هل تعتقد ان شكل المصالحة هيكون مثار ايضا للاهتمام ومثار الجدل في الايام المقبلة؟ بما اننا اتفقنا انه هي مصالحة تمت تحت ضغوط وليست طبيعية، لانه التجربة بتقول انه من اول اتفاق مكة لجهود القاهرة للدوحة والمؤتمرات، اخر اتفاق تم في مصر كان 2011 وفي 2012 كان في الدوحة، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ اي بند من هذه البنود، لانه زي ما قلت انه الاجندات اختلفت، ما اصبحتش الاجندة الوطنية الفلسطينية او الهم الفلسطيني. فبالتالي
الظروف ستفرض على انا، وانا بعول كثيرا على مين ممكن المصالحه تستمر، هي حماس وليس فتح، لان حماس نفسها هي اللي هي الكاسب الاساسي في هذه المعركه. حماس لان الظروف اجبرتها على هذا. صحيح. لو تحسنت الاوضاع حماس واصبحت في موقف افضل مما هي فيه الان، ستنفض المصالحه وستعود الى الموقف الاول تحت شعار الخلافه الاسلاميه والاماره الاسلاميه في غزه. ده هدف اساسي من اهداف حركه حماس اللي كان هدف الاخوان المسلمين. ولكن السيناريو مش هيصل زي مثلا ما ذكر نتنياهو لشبكه الام بي سي نيوز الامريكيه في مقابله له سابقا، الرئيس الفلسطيني يعني ربما يرجع او لا يزال امام وقت للتراجع عن هذه المصالحه بشكل او باخر. طبعا ده في نوع من الرفض الواضح من الجانب الاسرائيلي لهذه المصالحه. بص حضرتك، ده مش سيناريو مطروح يعني. لا بص حضرتك، هو اسرائيل ليه رفض المصالحه وليه الولايات المتحده الامريكيه تساند الموقف الاسرائيلي؟ يعني حماس جزء من جماعه الاخوان مع بعض الاختلافات. نعم. الولايات المتحدة تساند الإخوان بشدة وفي نفس الوقت ترفض حماس. الكل بمكيالين، المكيال الأولاني ترفض بالدعم الإخوان في مصر وفي الدول العربية وكل التيارات الإسلامية لأنها تخدم مخططها الأساسي في إعادة تقسيم المنطقة من جديد بما تتخيل أو تتصوره لمصلحتها. الجانب الثاني بقى حماس، رغم أنها جزء من هذا السيناريو، إلا أنها في النهاية ضد مصلحة إسرائيل. طبعا إيه مصلحة إسرائيل في رفض المصالحة؟ إسرائيل ترى أن الوضع الحالي هو الوضع الأمثل لأخذ مزيد من الأراضي العربية ضد بعض السيناريوهات القادمة. المكاسب والسيناريو القادم اللي إسرائيل تريد أن تنفذه وتصر عليه مفهوم يهودية الدولة. إن البعض خطأ ممكن يصوره أنه مفهوم ديني، هو ليس مفهوم ديني، مفهوم سياسي، هو مفهوم سياسي. صحيح. وهو تفريغ حدود 48 بشكل أساسي من كل العناصر العربية لأنه عنده تطور ديموغرافي ممكن يلعب دوره بعد سنة 2030 حسب التوقعات أو 2060، وده اللي قالها مراكز الأبحاث في إسرائيل، أن ممكن عدد العرب يساوي عدد اليهود مع اختلاف فكرة التهويد اللي هم دايما يعني كلمة يهود أن اليهودية ديانة بس هم اتخذوها عنصر من العناصر القومية. فإذا أصبح في وقت من الأوقات سنة 2030-2050 رئيس الوزراء عربي مسلم أو مسيحي أو رئيس الدولة أو معظم أو غربية الكنيسة يبقى ضاعت دولة إسرائيل. فبالتالي هو لازم يسعى إلى فكرة يهودية الدولة أنه يتخلص من العناصر العربية. في الوقت نفسه فكرة الأمن عنده، استراتيجية الأمن تقوم على أخذ مزيد من الأراضي التي تمثل له بعضا استراتيجيا من الناحية الأمنية. فبالتالي هو في مناطق محدده في الضفه الغربيه يريد السيطره عليها. السيطره عليها تتم باشكال احنا شايفينها دلوقتي، يعني اخر قرار كان امبارح انشاء حوالي 1200 وحده سكنيه جديده في الضفه الغربيه في جوار القدس. بيستفيد حاجتين، الحاجه الاولانيه البعد الامني الاستراتيجي هو بيحققه، البعد الثاني انه بياكل القدس وبيغير هويتها من الهويه العربيه مسيحيه او اسلاميه الى هويه يهوديه. فبالتالي حلم الدوله الفلسطينيه بالقدس الشرقيه عاصمه للدوله الفلسطينيه يبعد كثيرا عن الخيال العربي والخيال الفلسطيني. لذلك هود باراك سنه 2005 طرح على الكنيسة فكره قبل ما يجي اريل شارون انه في ثلاث بلدات ضمن القدس اللي هي ابو ديس والصواحره والعزازيه انه نواه للعاصمه الفلسطينيه، ومساله القدس الشرقيه نفسها يبقى التصرف فيها في اطار ان الاماكن الاسلاميه مع الاوقاف الاردنيه هي تبع اي جهه دوليه ويبقى الباقي تم تهويده وانتهت المساله على كده. ده السيناريو الاسرائيلي المتوقع او بتلعب عليه حاليا، يعني بتلعب عليه من 10 سنين تقريبا ونفذت اجزاء كبيره منه. طيب هرجع تاني اعرف راي دكتور يعني سليمان. دكتور سليمان، هل بتعتقد ان هذه المصالحه هذه المره تحديدا ربما ستصل الى منتهاها زي ما قال دكتور منصور ان في رغبه شديده جارفه من قبل حماس على وجه التحديد لاجراء هذه المصالحه او اتمامها؟ يعني انا بترجيح حسن النيه او سوء النيه بمعنى اخر للتعليق على اي حدث سياسي التوقيت يعني التوقيت بالغ الاهميه. طبعا. فلماذا في اليوم قبل الاخير للموعد اللي حددته الولايات المتحده لنهايه المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين تقوم او تظهر المصالحه؟ انا بقى برجح سوء النيه ان المصالحه دي الهدف الاساسي منها اعطاء اسرائيل حجه لوقف مفاوضات السلام لغايه ما تبني
زي ما قال نتنياهو 13,000 وحدة سكنية في الضفة. مرة أخرى. وده منذ كان بديفيد الأولى كان فيها جزء خاص بفلسطين وكانوا هيستلموا الضفة كاملة ويبقى بعد 5 سنين تقرير مصير والحاجات دي يعني دفع الفلسطينيين لرفض كامب ديفيد فكل شويه بيرفضوا حاجه يكون اسرائيل خدت مزيد من الارض مكاسب على بائده المفاوضات بشكل بالزبط. اكبر انما المثير التصريح العجيب شويه لكيري وزير الخارجيه الامريكي فبيقول ان عدم انجاز المصالحه الان خطر شديد جدا على اسرائيل من وجهتين نظر. هو بيقول المساله الاولى ان اسرائيل هتتحول الى دوله تقوم على التمييز العنصري. لما تفسري هذا الكلام انه بيتوقع ان الضفه وغزه وبتاعه كلهم تبقوا دوله واحده وبالتالي هيبقى فيها مواطنين من الدرجه الثانيه. هو قالها بالظبط مواطنين من الدرجه الثانيه يتم التمييز بينهم وده يعني هيبقى مسيء جدا لاسرائيل. والمساله الثانيه اللي هي مترابطه الاولى اللي قالها كيري ان اذا لم تتم المصالحه الان سيستحيل على اسرائيل ان تظل دوله يهوديه. وده تصريح في منتهى الخطورة، ده بيؤكد فكرة حتى التفكير العنصري القائم عليه السياسة يعني الإسرائيلية. بالظبط. طيب دكتور منصور، هل توقع أن يوضع الاتفاق ما بين حماس وفتح حيز التنفيذ وخاصة الاتفاق لما ينص على إطلاق المعتقلين على سبيل المثال من قبل الجانبين سواء من حماس أو فتح؟ هو طبعا هيتم في الخطوة الأولى المفروض خلال 5 أسابيع من يوم 28 من آخر زي ما قال الدكتور سليمان آخر يوم كان يوم 29 هو 29 إبريل. المفروض في خلال 5 أسابيع يتم تكوين حكومة. أنا أعتقد إنه تكوين حكومة برئاسة أبو مازن معناها أن من يسيطر على الجهاز الأمني ستكون السلطة الفلسطينية لحل يضرب عصفورين بحجر. أولا يدي مؤشر إنه أو المصالحة في جزء منها بيتم. الجزء الثاني يتعلق بمصر، لان المشكله مع مصر هي ان حماس هي التي تسيطر تماما على الحدود المصريه مع غزه. في ازمه كبيره موجوده دلوقتي سواء مساله الانفاق سواء العناصر التي قبض عليها سواء الاسلحه اللي تم تسريبها واللي موجوده حاليا. فبالتالي لما ابو مازن يسيطر على هذه الحدود هيبقى التعامل بين السلطه الفلسطينيه ومصر. وخدي بال حضرتك انه في ال5 أسابيع هتكون انتخابات الرئاسه المصريه قادمة. وانه الوضع في مصر بيتغير. برضو حط في الخريطة فكرة رد الفعل الامريكي. ورد الفعل الامريكي. والتهديد بفكرة العقوبات وايضا رد الفعل الاسرائيلي والرفض الواضح يعني ده برضو اللي يدور في المشهد. الحاجة التانية ابو مازن غير قادر على مواجهة اسرائيل. اسرائيل معروف جيدا ان هي لن توافق على الحلول التي يطرحها ابو مازن. ابو مازن بينهج من نهج المفاوضات والسلام وعدم اللجوء الى المقاومة. وانا اعتقد ده نقطه ضعف شديده في الموقف الفلسطيني. لانه انا فاكر كويس قوي ياسر عرفات قبل وفاته كان بيبقى قاعد مع اهود براك وبيتم تفجير. اهود براك كان بيوقفه تاني يوم يرجعوا تاني في المباحثات. ما كانش بيبقى فيه الغاء للمباحثات. لانه المقاومه هي ورقه تقوي الجانب الفلسطيني على مائده المفاوضات. لان كل طرف المفروض يبقى معاه اوراق ضغط. طب ايه اوراق الضغط اللي مع الفلسطينيين؟ الورقه الوحيده اللي موجوده دلوقتي هي الغاء السلطه الفلسطينيه، ان السلطه الفلسطينيه تحل نفسها وتصبح اسرائيل امام العالم هي المسؤوله عن هذا الضفه الغربيه. بس ده عشان يتعمل يبقى مفهوم جيدا ان من سيعاني معاناه شديده بالدرجه الاولى هو الشعب الفلسطيني في الضفه. اذا انت يا ابو مازن عشان تفكر وهدد بهذا الامر عشان تفكر في النقطه دي. بس اتوقع ان ممكن ده يتم بشكل او باخر حتى لو دي احد الحلول او يمكن الحل الوحيد المقترح. بص حضرتك هو ابو مازن قدامه حلين. الحل الاولاني اللي هو التوجه الى المؤسسات الدوليه. هو بدا ان هو يتوجه الى 15 جهه ويطلب عضويه السلطه الفلسطينيه فيها باعتبار تمهيد لدوله فلسطينيه. وكان تقدم قبل كده للاعتراف بدوله فلسطينيه وارجئ هذا الامر في مجلس الامن وعارفين ايه اللي حصل فيه. لكن في النهايه هو امام خيار الاستمرار مع اسرائيل هو لوحده. لان انا لا اتخيل ان ابو مازن هيعمل اتفاق مع اسرائيل والضفه وغزه مش معاه. يعني طبعا. ازاي تعمل اتفاق عشان توصل انت بتعمل اتفاق على دوله وتعالج مشكله اللاجئين والحدود والمياه وما الى ذلك. طيب هتعمل ازاي وانت معكش غزه؟ يعني هذا خيال عبثي. فبالتالي
كان لازم يحصل هذه انه يبقى في رد امام اسرائيل. زي ما قلت حضرتك في الاول هو حماس من مصلحتها وابو مازن برضو من مصلحته، لكن هل ممكن ان يصمد هذا الاتحاد طوال الفترة القادمة في مواجهة الضغوط الامريكية من ناحية وتسع جون كيري على سبيل المثال جون كيري والضغوط الاسرائيلية يعني اموال الجمارك والضرائب، ايه الاجراءات المتوقعة انها ممكن تقوم بها اسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ردا على هذه المصالحة من بس حضرتك يعني هي اولا بدأت قبل المصالحة مع اعلان نية المصالحة انه وقفت اموال الضرائب والجمارك، واموال الضرائب والجمارك هي اموال الشعب الفلسطيني، يعني مش اموال اسرائيلية تعطيها منحة للفلسطينيين، هي اموال الشعب الفلسطيني. صدرت هذه الامريكا مساعدتها والضرائب ما تدفعش ما فيش مرتبات من المتضرر الاول هو الشعب الفلسطيني. طب تعالي طب تعالي بقى شوف الموقف العربي. المؤتمر القمه العربيه اللي فات اللي كان في الكويت قرر انه هيعمل غطاء مالي للسلطه الفلسطينيه، صح؟ في حاجه تمت منه؟ لا مفيش حاجه تمت الان. لا ودي عليها علامه استفهام كبيره. وهتوصلها ازاي للسلطه الفلسطينيه انت كمؤتمر قمه عربيه في ظل ان اسرائيل بتعمل لك هذا الحصار؟ فانت عندك مشكله، فبالتالي هي ازمه موجوده. التعامل معاها اعتقد انه الشكل الدبلوماسي والسياسي لازم يكون له دور كبير جدا، ومن ناحيه ثانيه على ارض الواقع لازم يبقى في اوراق ضغط. طيب اذا كانت مصر يعني كما ذكر طبعا او ذكرت يعني السلطات الفلسطينيه هتلعب دور اساسي في يعني هذه المصالحه، وخاصه ان مصر خلال الفتره السابقه ربما كان في ازمه حقيقيه حتى سواء مع حماس او مع المشهد برمتي في منطقه الشرق الاوسط، لاي مدى شايف ان ممكن يكون الموقف المصري مؤثر خلال يعني هذه المصالحه؟ بص حضرتك الموقف المصري يتمثل اللي بدا مساله سواء على مصر او على هذه المصالحه يعني اللي بدا هذه المصالحه او بدا لهذا الملف كان الوزير عمر سليمان وطاقم المخابرات العامه هو اللي تولى هذا الملف، يعني في عصر مبارك مع المفاوضات اللي يعني ومع كان المتولي ملف فلسطين بتاع القاهره هو كان عمر سليمان، تبنى بعد ذلك الوزير مراد موافي وحاليا الوزير محمد فريد تهامي. فاذا طاقم المخابرات العامه، وتلاحظ حضرتك ان طاقم عمليه المصالحه تمت بعد خروج موسى ابو مرزوق من القاهره عبر منفذ رفح ودخل ومعاه ورقه وقال انا معايا ورقه من المصريين. اذا اللي لعب المصالحه الحاليه هم مصر مش حماس ومش اي طرف اخر. فاذا مش مصر هيكون ليها دور لسه في المرحله القادمه، لا ده مصر هي اللي عاملاها. والمصالحه ديت هي نفس البنود اللي كان عاملها عمر سليمان، نفس البنود بتاعت 2011 هي تنفيذ ليها. هل التوترات او التوتر اللي حدث في الفتره السابقه ليه تاثير بشكل او باخر على الدور المصري في خلال هذه المصالحه تحديدا؟ لا بص حضرتك يعني هو لان حماس في موقف ضعيف من ناحيه، ولانه مع كل هذا التوتر دور المخابرات العامه مع حماس شغال يعني ما وقفش شكلي، هو نوع بس من حاجه توتر شكلي. بص حضرتك في فرق بين حاجتين، بين ما نراه على ارض الواقع صحيح وبين الاتصالات من تحت الترابيزه بالظبط، انه دي شغل ما بيتمش علنا، ما بيتمش ما بيعلنش انا بروح رايح عشان اقول كذا وكذا وكذا طبعا. لا ده شغل بيتم من تحت التحت. فبالتالي كل التطورات اللي احنا شايفينها مع يحلها ايه؟ ان ابو مازن يبقى رئيس حكومه، ان جهاز الامن في السلطه الفلسطينيه هو الذي تولى معبر رفح والحدود المصريه مع غزه، تنتهي التوترات مع حماس خلاص خلصت. ما بقاش حماس هي المتسيطره. هل ده بياكدوا فكره تخوف اسرائيل او موقف اسرائيل من المصالحه ان في حاله خوف ربما ان حماس ممكن تكون يعني في حال فوزها تبقى مسيطره على غزه والضفه الغربيه، وبالتالي ده يعني يسبب قلق ما بص حضرتك الجانب الاسرائيلي؟ اسرائيل تعلم جيدا ان حماس لن تفوز بنفس النسبه او حتى قريبه منها في الانتخابات القادمه. يعني حماس اللي حصلت على 70%، فاكره حضرتك انه يوم مرسي وشفيق الناس قالوا الناس عصروا الليمون، واللي ادى مرسي كان نكايه في شفيق وادى شفيق كان نكايه في مرسي. اللي ادوا الحماس في 2006 كان منظمه فتح في حاله ضعف شديده وكان فيها فساد عالي جدا وكان الوضع متازم جدا، وكانت حماس اول مره تخرج وتطلع للناس فعصوا نفسهم الليمون طول عمرها. لا هي كانت طول عمرها بتقدم مساعدات خيريه طبيه غذائيه وما الى ذلك، زيت وسكر فعايزين الناس دي زي ما هنا برضو قالوا الشارع، طب ما نجرب الاخوان اللي طول عمرهم بيوزعوا الزيت والسكر، طب ما نشوفهم يحكمونا ازاي. فحماس قالوا كده، بس المشكله ان الشعب هنا خرج واسقط الاخوان. هناك في غزه، وعلى فكره حماس ما فازتش بال 70% في غزه،
لكن في غزه والضفه الاثنين. ما هو ده السؤال، هتتوقع بالفعل فوزها المره دي؟ لا. فوزها في الضفه وفي غزه؟ شكل الخريطه الانتخابيه هتختلف تماما. اولا حماس لن تحصل سوى توقعاتي على 30-35%، فتح على نسبه مماثله. وهناك الطريق الثالث وبعض الاحزاب الاخرى التي نشات في المرحله السابقه سيكون لها نصيب حوالي 30%. فبالتالي اتوقع يحصل نوع من التوازن داخل السلطه الفلسطينيه ككل، او التوافق توافق وتوازن، حتى عشان ما يبقاش في طرف عالي جدا يعني 70% و30% الباقيين، ده ما فيهوش اي نوع من التوازن. هذا التوافق وهذا التوازن هيخلق لي حاجه جديده. اولا هيدعم الموقف الفلسطيني تماما امام التعامل مع اسرائيل، مش هيبقى هنا في راي حماس زي ما كان مصر الحزب الوطني وفي الضفه الغربيه في غزه هي حماس. لا، يبقى في عند ثلاث اطراف بتدير هذه المساله. طيب. قدام الناس قدام العالم، اخر نقطه، قدام العالم ما يبقاش في حجه انه والله اصلا ده حماس. لا، هيبقى ده الشعب الفلسطيني اللي انتخب او اختار كده ال 30 وال 30 وال 30 او ال 35 اللي بيمثلوا الشعب الفلسطيني. طب السؤال عن الجانب الاسرائيلي، هل يمكن ان تتراجع اسرائيل عن موقفها في حال فوز فتح باغلبيه في الانتخابات؟ بالتأكيد. من وجهه نظرك؟ بالتأكيد. ده ربما يهدد من يعني هنا اسرائيل البوصله اللي بتوجه اسرائيل هي الاوضاع الاقليميه اكثر من الاوضاع الفلسطينيه. بمعنى اذا كان العالم العربي في حاله اهتراء، واذا كان في حاله ضعف شديده، واذا كان المساله فعلا لصالح اسرائيل، فبالتالي انا لازم استغل هذا الظرف التاريخي اللي ممكن ما يقررش في المرحله القادمه، وابدا اجني مكاسب ما كانش ممكن اجنيها في حاله الاستقرار العربي. فبالتالي انا اربط دوت بموقف دوله اساسيه هي مصر. اذا استقرت مصر وعادت دوله قويه كما داخليا المشهد السياسي الداخلي في مصر، وعادت الى دوله قويه اقوى مما كانت عليه في عصر مبارك، اللي هي فكره التوازن بين الشرق والغرب، ما تبقاش انت في تحت العباءه الامريكيه تماما، انت بتلعب دور دوله محوريه، معاك الروس من ناحيه والصين والهند، معاك الاتحاد الاوروبي، معاك الامريكان. فبالتالي موقف مصر هيأثر بشده على الوضع الفلسطيني وما يحدث داخل سواء غزه أو الضفة الغربية. هل تعتقد الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفلسطيني والحديث عن المصالحة هي أيضا ممكن قراءتها في سياق أنها بدافع الضغط على واشنطن وتل أبيب لإحياء المفاوضات المتجمدة من فترة يعني؟ هو كان عنده خيارين. الخيار الأولين هو أعلن عنه كتير من القادة الفلسطينيين، لو حل السلطة الفلسطينية ووضع إسرائيل أمام الرأي العام أنها مسؤولة عن الشعب دوت، وهي مسؤولة عن تلبية احتياجاته من كل شيء. ودي طبعا كانت محفوره بمخاطر شديده طبعا، وابو مازن كان لازم يفكر فيها بدل المره 1000 قبل ما ياخدها. الحل الثاني كان هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، انه يلعب على الملف السياسي. ابو مازن فكره اساسا بعيد تماما عن فكره المقاومه، فبالتالي الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح قدامه. فبدا المصالحه مع حماس، وموقف الاتحاد الاوروبي على فكره غير موقف الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بالنسبه لملف المصالحه. المواقف العربيه ايضا مسانده للمصالحه. بريطانيا اعلنت بريطانيا محور اساسي على فكره. يعني انا لو فرنسا اللي اعلنت هيبقى الوضع مختلف طبعا، لان فرنسا دايما بيبقى لها موقف احيانا ضد الامريكان، لكن بريطانيا موقفها دايما متسق مع الموقف الامريكي، مسانده للموقف المساند. فكون بريطانيا النهارده بتعلن، لا هو في شغل دبلوماسي بيحصل، واعتقد انه ممكن يؤتي ثماره، بس مرتبط اكتر ايه اللي هيحصل في مصر. هنشوف، هننتظر على أي حال المصالحة الفلسطينية وردود فعل متباينة، والدور المصري ربما هو الأبرز واللي مرتبط بشكل أو بآخر على المشهد السياسي أيضا داخليا في مصر. طيب، رابع امرأة تفوز بجائزة ثيرباندس بعد قليل. وقفة مرة أخرى مع العناوين. أثار توزيع 30 دمية لابن لادن في رياض الأطفال الدينية بمحافظة نابل التونسية موجة غضب لدى أولياء الأمور، واستنكروا هذه الممارسات وطلبوا بفتح تحقيق لكشف المتسبب في هذه الممارسات، وسط مخاوف من تلقين الأطفال ثقافة سلفية وحرمانهم من طفولتهم، وخاصة أن مرحلة الروضة تعد من أهم المراحل التي
كبير في حياة الطفل وتكوين شخصيته وعلاقته بالآخرين، في حين اعتبر المشرفون على رياض الأطفال الدينية التي انتشرت في تونس بعد الثورة أن توزيع دم بن لادن تصرفات بريئة ولا نية وراءه. نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تصريحات فرانسوا كريبو المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين التي دعا فيها قطر لإيقاف استغلال والإتجار بعاملات المنازل وحمايتهم من سوء المعاملة. وأشار كريبو إلى أن أصحاب العمل في قطر ينظرون إلى العامل المهاجر على أنه ملكية خاصة، هذا في الوقت الذي أشارت فيه منظمة العفو الدولية إلى أن المونديال الذي تستضيف قطر في 2022 ألقى الضوء على الوضع الصعب لعمال البناء في قطر. بعد قليل رابع امرأة تفوز بجائزة سيرفانتس، تابعونا. فازت الصحفية والكاتبة المكسيكية إلينا بونياتوسكا البالغة من العمر 81 عاما بجائزة سيرفانتس الإسبانية المرموقة في الأدب، وبذلك تصبح رابع امرأة تفوز بهذه الجائزة التي منحت أول مرة عام 1976. من أهم أعمال إلينا رواية ليلة تلاتيلوكو التي تدور حول مذبحة الطلاب التي شهدتها مكسيكو سيتي عام 1968. وأثناء تسلم إلينا لهذه الجائزة من الملك خوان كارلوس تذكرت النساء التي يتعرضن للعنف في بلادها والمحتاجين، كما قدمت تأبينا خاصا لرحيل ماركيز جابرييل غارثيا ماركيز الذي توفي في منتصف إبريل الماضي. الجدير بالذكر أن جائزة سيرفانتس تمنح في إبريل في ذكرى وفاة ميغيل دي سيرفانتس صاحب رواية دون كيشوت التي تم تقديمها هذا العام في الوقت الذي تبحث فيه إسبانيا عن رفاته ميغيل دي سيرفانتس التي دفنت في إبريل عام 1616 في كنيسة الآباء الثالوثيين وسط العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن لا تعرف أو لا تعرف أين وجد رفاته بالتحديد. إلينا بونياتوسكا، عايزين نتعرف بصورة أقرب عن هذه الكاتبة المكسيكية اللي تحصل على جائزة سيرفانتس. من هي هذه الكاتبة؟ يعني أولا قبل ما نتكلم عن الكاتبة نتكلم عن جائزة سيرفانتس. طبعا جائزة سيرفانتس كانت أول إنجاز عظيم للديمقراطية بعد نهاية عصر فرانكو. أسست الجائزة سنة 1976 بمبلغ يعني في ذلك الحين كان كبير، لكن دلوقتي ما بقاش كبير قوي، حوالي 125,000 يورو. وقتها كان مبلغ خيالي، مبلغ هائل يعني. بالضبط. ويعني في بيفكروا في رفعها. الجائزة بتعيد زي ما تقولي كده الايه الاعتبار لأهم شخصية
ثقافية وأدبية وفنية في تاريخ إسبانيا وربما في تاريخ العالم. بمعنى إن تكلمت حضرتك عن أبريل، إيه اللي قلب الدنيا دلوقتي والبحث عن رفات، مش هنفصل الأمور عن بعضها، عن رفات سيرفانتس الآن ومرور 400 سنة على إصدار القسم الثاني من رواية دون كيشوت. عدد من عواصم العالم بتحتفل بسيرفانتس من 2004 لحتى الآن. المهم نيجي للسيدة التي نالت الجائزة. الحقيقة في مسألة هامة جدا، وفي مجلة الرواية لما برجس يوسا خد جائزة نوبل أنا ترجمت كلمته التي ألقاها أثناء استقبال الجائزة. الكلمة التي ألقتها إلينا بونيا توسكا في استلام الجائزة بتذكرنا بالكلمات الأدباء اللاتين عند استلام جوائز نوبل وجائزة سيرفانتس. إيه العلاقة بينهم؟ يعني هل الملامح الإنسانية على سبيل المثال، يعني إيه العلاقة ما بين كلمتها وكلمة هؤلاء السابقين؟ العلاقة وثيقة جدا وخطيرة جدا. أول حاجة إن الكلمة بتلخص جميع أعمال الكاتب أو الكاتب في لحظات قليلة، بمعنى إن كل الفكر الذي بثه في أعماله الروائية والقصصية وغيرها بيصل للناس بكلمات قليلة جدا. هذه السيدة ولدت في باريس من أب من أب فرنسي من أصول بولندية. اتجوز مكسيكية، أغرته إنه يذهب إلى المكسيك، فهي وصلت للمكسيك وعندها 10 سنين. كانت المفاجأة الضخمة بالنسبة ليها إعجابها باللغة الإسبانية وبالمكسيك وبخريطة المكسيك بشكل عام. السيدة دي انتمت للمكسيك انتماء شديدا، بمعنى زي بالضبط ما شفنا برجس يوسا وماركز، المكسيك فيها ملايين من الشعب المكسيكي حتى الآن ليس من حقهم حمل بطاقة شخصية غير مسجلين في أي مكان، يعني لو أي واحد فيهم قتل ما هو لم يوجد اصلا عشان نقول انه اتقتل. بالظبط. من سكان البلد الاصليين من الهنود. في كلمه الست ماريا بتقول لنا حاجه انا شفتها في قريتنا بس ما هياش بالصوره المبالغ فيها الموجوده في المكسيك. بحاجه اسمها بالاسباني نينجونيادو، اللا احديه. اللا احاديه. يعني في جزء كبير من الشعب المكسيكي تقولوا انت مين، يقول لك انا ولا حد. مش عايش. اساسا مش موجود. ده اللي بيفسر دكتور سليمان تاثيرها بالجانب الملامح الانسانيه، ان حتى في خطابها امام الملك الاسباني اتكلمت عن التاجيل واتكلمت على العنف اللي بتتعرض ليه المراه المكسيكيه. ده اللي بيفسر الملامح الانسانيه. هنتكلم في الموضوع الهامه دي كلها. في قريتنا في خدامه في البيت، في مش عارف ايه، مين هناك؟ مفيش حد. يعني كانها بتتصور ان اي حد يسال عنه لابد ان يكون شخص اخر، هي لا شيء، محدش يسال عنها. يعني ممكن كثير من المصريين يتذكروا المساله دي، ان في ناس كثيره ما تساليه مين اللي بيتكلم يقول لك مفيش حد. لا احد يعني. طيب اولا هي بدات كلمتها بالفخر بنيل هذه الجائزه كامراه طبعا، وانتهزت الفرصه لكي تقدم لنا انها رابع امراه تنال الجائزه، بينما نال الجائزه 35 رجل.
واستخدمت هذه النسبة لتبرز مدى الظلم الذي يقع على المرأة. دي كانت لفتة ذكية منها. وقدمت لنا الثلاثة اللي خدوا الجائزة قبليها. ومن عجائب الصدف انه الثلاثة اسمهم ماريا، فهي بتقول لاستريس مارياس، الثلاث مريمات السابقين اللي خدوا الجائزة قبلها. واتكلمت عن دور كل واحدة فيهم برضو، مستخدمة من فكر كل واحدة من الثلاثة ما يؤيد فكرتها عن الدفاع عن المهمشين والفقراء. الفقر والتهميش هي في جزء برضو من خطبتها، ان النساء والعواجيز الشيوخ محتاجين، والمتألمين والسجناء والطلاب هم طريقي انا، حيث امشي احس انهم بجانبي. ده يخليني ادخل بتفاصيل اكتر عن على مستوى الكتابة. اهم السمات الفنية عندها اللي ممكن تكون اهلتها او كانت احد المعايير لحصول على جائزة بحجم سيربانتس من جانب، وفي نفس الوقت اهتمامها بتلك القضايا في الكتابة بشكل او باخر. في سن العشرين جريدة اسمها اكسليسيور عينتها محررة فيها، وابتدت تقوم بريبورتاجات حول المشاكل الحقيقية للمكسيك. هنا بداية النضوج الفني لهذه الكاتبة، لأنها اتبعت أسلوب كان متبع في مصر في أوائل القرن العشرين، وهو كنا بنسميه المقال القصصي. فكل مقالاتها وريبورتاجاتها كانت مقالات قصصية فيها سرد وفيها كل الفنون التي نقول التقنيات التي التي يقوم عليها السرد. وبالتالي فهي انطلقت نحو السرد ونحو الحكي. هي بتقول ان اهم فعل عندها كنتار كنتار كنتار، احكي احكي احكي، وبتوجه الحديث للي موجودين احكوا احكوا احكوا. الحكي مهم جدا عندها، وهي بتعتبر ان اي كلام حكي، بس الكلام العادي احنا نديله نضعه في نظام معين يتحول الى قيمة تحمل هموم الناس. طيب السؤال ايضا اللي بيفرض نفسه، فكره البحث عن رفات مؤلف دون كيشوت او دون كيخوت الشهير طبعا سيربانتس، يعني قيمه هذا الحدث في الوقت الراهن تحديدا وارتباطه ايضا بالجائزه او الاعلان عن الفائز بالجائزه في هذه الدوره. هنا مجرد مصادفه. صحيح، بمعنى ان الجائزه سنويه ومش كل سنة بحثوا عن رفات ولا فكروا في المسألة. المسألة دي بس إنما المسألة هنا مرور 400 سنة على صدور القسم الثاني من رواية دون كيشوت، 400 سنة على وفاة سيربانتس. فخطرت الفكرة خطرت على بال وزير الثقافة الحالي، وهو راجل بيشتغل كويس جدا. وعلى فكرة دي حاجة مهمة جدا عندهم، وزارة التربية التعليم بنوعيه، تعليم قبل الجامعي والعالي، بلاش العالي والثقافة والرياضة وزارة واحدة. المهم الوزير، عدد من رؤساء البنوك، عدد من رجال الأعمال، عدد من المثقفين قالوا انه عار على اسبانيا ان احنا حتى الان لا نعرف اين قبر سيربانتس. واتبرعوا بمبلغ، قالوا لابد بالقيام بحمله للكشف عن رفاته وعمل قبر يليق به. العمليه تكلف كام؟ 150,000 يورو، اتدفعوا خلاص بقوا موجودين. واترتبت العمليه على ثلاث خطوات. لا اتفضل حضرتك، قول بشكل سريع، ارجع تاني. ان في جهاز
بيكتشف الاشياء الارض ما يكون مدفون جواها حاجه، لو كان كنز حتى او اثار او اي حاجه. فالكنائس في كل اسبانيا وربما في اوروبا فيها المقابر، فيها مقابر، مقابر الناس المهمين والقديسين والحاجات دي. فالمقابر ديت مع الزمن اندثرت في الكنيسه دي بالذات، كنيسه الحفاه الثالوثيين اسمها كده، الحفاه احنا زي ما قلناها في المقدمه الحفاه الثالوثيين. طيب الكنيسه ديت اتحولت كثير من القبور فيها الى ارض عاديه الناس بتدوس عليها، القبور اندثرت وتحولت الى ارض، وبالتالي من المؤكد تاريخيا دفن سيرفانتس في هذه الكنيسه، وبالتالي من المتوقع ان تكون رفاته موجوده تحت الارض موجوده، وبالتالي فهم في جهاز بيكتشف الاماكن اللي ممكن يبقى فيها عظام موتى او بواقي الرفات. تمام. فهيبحثوها كلها ويبحثوا يحاولوا التعرف على سيرفانتس. كيف الخطوه الثانيه بقى؟ كيف يتعرفون على سيرفانتس؟ هيتعرفوا عليه بأمرين. الأمر الأول إن هو مات سنه كبير جدا، وفي ذلك الزمان كان متوسط العمر 35 سنة 32 سنة 33، هو مات 69 سنة، مات عنده 69 سنة، وبالتالي هيبقى جسمه متميز عن كثير من الأجسام، نادر إن يكون في حد مات في نفس السن دي. نمرة اتنين، إن سيرفانتس في معركة اسمها معركة ليبانتو بين الأسطول الإسباني في كانت في إيطاليا، اللي كانت تابعة لإمبراطور إسبانيا في ذلك الوقت. كان معركة بين الأسطول الإسباني والأسطول العثماني، اتكسر فيها دراع سيرفانتس والشل دراع اليسار. فدي حاجة مميزة أيضا للعثور على لحسن الحظ ما كانش اليمين ما كانش كتب دون كيشوت. فأيضا الدمار اللي في عظامه هيبقى دليل على شخص على كينونته. طيب دكتور سليمان، انا عشان مش عايزه الموضوع ده ياخدنا اللي احنا خلاص في ختام الحلقه، عايزين نقف عند اهم اعمال إلنا نفسها، اهم الاعمال اللي ربما ممكن تؤكد السمات الفنيه اللي حضرتك طرحتها او يعني الجماليات اللي موجوده في كتابه إلنا بونيا توسكا. يعني هي اعمالها كتبت حوالي 50 عمل. ما فيش احصاء دقيق ليهم للاسف لانها ما كانتش مهمه قوي، فالكل بيقول اكثر من 40 عمل. اهم هذه الاعمال هي حتى لا الى الا الى الا القاك يا عيسى، دي اشهر او يا يسوع، وهنا لا تقصد يسوع المسيح. في هذه الرواية بتحكي قصة أول امرأة مكسيكية كتبت الشعر، وهي أول أديبة مكسيكية في القرن ال17، وليها قصيدة طويلة 998 بيت بتشبه الكوميديا الإلهية لدانتي. فهي بتكلمنا عن حياة اللي بيسموها السور، يعني الاخت اخوانا إينيس دي لا كروس. ده اهم عمل كتبته. فكره انها دائما بتوصف انها شاهده على عصر التحول في المكسيك، الى اي مدى شايف دوت من خلال مواقفها؟ ربما يكون ليها مواقف سياسيه ما او على مستوى حتى الكتابه، ده بشكل او باخر كان مراه لهذا التحول. هي ابتدى التحول في انتفاضة للنساء في المكسيك سنة 1994، والنساء أعلنوا، مش طالبوا، أعلنوا أنهم بعد اليوم لن يسمحوا لأحد بأن يختار لهم زوجهم، لن يسمحوا لأحد بأن يفرض عليهم جينات رجل معين، لأنهم عايزين أولادهم يبقوا بشكل معين فهم اللي يختاروا الأزواج. لن يباعوا كان زمان الأب ممكن يبيع، مش زمان آسف، لغاية برضو سنة 2000 الأب بيبيع بنته بزجاجة كحول، بزجاجة شمبانيا أو زجاجة ويسكي. فقالوا يعني لن نسمح لأحد أن هو يستبدلنا بزجاجة كحول
كحوليات بعد اليوم. لن 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 مفارق. المرأة في المكسيك بدأت تفرض وجودها بقرار منها وليس بمطالبات. صحيح، هي كانت خير نموذج ربما للمرأة طبعا على مستوى الكتابة ولا حتى حصولها على جائزة في قيمة جائزة سيرفانتس، وعلى مواقفها اللي هي ربما أقوى بكثير من مواقف بعض السياسيين أيضا. في حاجة صغيرة وقتنا انتهى بالفعل تتقال عليها أنها كررت أكثر مرة الشكر لأمها التي أهدتها وطنا اسمه المكسيك. طيب، أنا في النهاية بشكركم جدا، بشكر دكتور سليمان العطار أستاذ الأدب الأندلسي والأدب المقارن جامعة القاهرة، دكتور منصور عبد الوهاب الكاتب والمحلل السياسي، في حديث امتد من المصالحة الفلسطينية وردود فعل غربية وعربية بشأن هذه المصالحة، والحديث أيضا عن رابع امرأة تفوز بجائزة سيرفانتس، هذه الجائزة الأشهر في الأدب أمريكا اللاتينية. بشكركم شكرا جزيلا مرة أخرى، مشاهدينا نلقاكم الأسبوع القادم، ومساء الخير أيها العالم.